السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوة والأخوات. الأخ سليم. وعليكم السلام الأخ يوسف. الأخ سليم، أنا في انتظارك، ربما كاين فيه بعض الإخوة والأخوات اللي ربما يعرفوا الأخ سليم، توعدنا على جال باش نديروا معاه حوار. هو واحد من ضحايا المأساة الوطنية، واحد من المكفوفين. إن شاء الله أعتقد هو أنه التحق بنا. الأخ سليم، وعليكم السلام الأخ مهدي. وعليكم السلام ورحمة الله. سمير الجزائري. ألو، أهلا بك الأخ سليم. السلام عليكم الأستاذ نور الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم ومرحبا إذن بكل الإخوة والأخوات، كما وعدناكم إن شاء الله نحاول نديروا حوار مع أخونا سليم اللي هو واحد من الضحايا نتاع المأساة الجزائرية. نحاول نفهمه من خلاله بعض الأشياء، سيما هو أنه الآن راهو موجود في فرنسا وصار من المكفوفين، يعني انفجرت عليه قنبلة. كان شارك معنا في حوار سابق على المباشر. نحاول اليوم إن شاء الله نتناقش مع أخونا سليم ونحاول نفهم منه بعض الأشياء المتعلقة بالحالة نتاعو، سواء في الجزائر أو في فرنسا. الأخ سليم، مرحبا بك. السلام عليكم، تحياتي إليك وإلى كل أصدقاء الفيسبوك ومتابعيك على صفحة المصالحة الوطنية. الله يبارك فيك الأخ سليم. بداية هو أنه تعرفنا بنفسك، كاين بعض الإخوة اللي راهم يشاهدوا فيك سواء في الجزائر ولا الإخوة اللي راهم موجودين في الخارج ما يعرفوكش. ماذا بك على جال باش تعرفنا بنفسك أولا، نعرفوك شكون أنت هو، ومن بعد إن شاء الله نمشيو بالتسلسل المنهجي في هذا النقاش ونحاولوا أن نفيدوا خوتنا الجزائريين. تفضل الأخ سليم. بارك الله فيك. أنا اسمي سليم قريبة، ولدت سنة 1975 أخ بالقل سليم، سيدة أخ سليم صبر شوية برك، الكاميرا لو كانت تقدر، ولا بالهاتف دور شوية برك، هكذا. بالهاتف لا 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 لا، أسنان دور دور شوية برك، دور شوية برك فوالا باش يشوفوك. زيد زيد فوالا شوية، زيد شوية، أيوا هكا. زيد شوية، زيد شوية، راك داير بزاف أنا نريقل لا كاميرا هكذا، كيما راك هكا. هكذاك صافا باش يشوفوك هيا برك. تفضل الأخ سليم. أعطيك، أنا من مواليد 1975 بدائرة القل ولاية سكيكدة، ساكن بلدية كركرة دائرة تمالوس ولاية سكيكدة. مستوى الدراسي 9 أساسي. التحقت بالجيش أواخر 94، أوت 96 وصلت بقنبلة في ولاد حبابة، دوار يسموه درك نجيو عسلانات. للتفاصيل الأخ سليم، فوالا درك نجيو هذه هي للتفاصيل، فقط حبينا هاي. نعرفوك برك. نتايا الأخ، فوالا إذا الأخ سليم قريبة من المدينة نتاع القل ولاية زدت سكيكدة. في القل، زايد في القل من كركرة، من فيلاج بلدية كركرة. أوكي زايد الأخ سليم، بداية نتايا قلت لي باللي دخلت للجيش. السؤال اللي أول اللي يطرح نفسه، في سنة 94 على حسب ما قلت لي، علاش انت دخلت للجيش في المرحلة هذيك؟ في المرحلة هذيك كان حدث انقلاب، كانت فيه بدأت فيه العمليات المسلحة بين الناس اللي كانوا، منهم اللي كانوا في الفيس وكاين منهم اللي هما جاوا من أفغانستان. في تلك المرحلة يعني كانت الناس تخرج من الجيش، كيفاش انت دخلت للجيش؟ سؤال واجه الأخ نور الدين.
المهم انا كنت نسكن في بلدية يسموها كركرة، ما كان عندي حتى انتماء سياسي، جان صغير شاب نايط لدنيتي، هذه الحكايات هذو ما كانوش يهموني خلاص. شحال كانت في جينيراسيون عمرك؟ تاعي كل 94 19 سنة. 19 سنة نعم. كان هذه الحكايات هذه ما عمريش دخلت فيها، لا راني مع هذو لا راني جو اخر مع الشاب حسني وجماعته. هي مع الشاب شوية حسني يا. مع الشام خاطيني وخاطي خاطي القوم. نعم. جان جان خاطيني وخاطي هذه الحكايات. وعلاش هيا دخلت وبعد مديركيش؟ شوية هيا بعد شوية بدينا نشوفوا في اللعب بدا يتبدل، الناس السلاح ما تخرجش من الدار، الخمسة تدخل للدار، تجي خارج من الدار رجع للدار، يلقاوك برا تدي طريحة. هيا شفت فهمت باللي الجو هذا انا ما يساعدنيش، لازمني نحكم جهة، كوم انا ما مقبولش عند الجهة الاخرى، عندي عقلية ما تتوالمش معاهم. وشفت يعني حوايج، شفت امور. على كل حال هذاك الوقت كان غياب تام للدولة، ما كانش كاينة الدولة، كاين غير الارهاب هو اللي كان يسير في البلدية. هيا شفت انا الجو هذا ما عجبنيش، يعني تاع دخلني للدار كي تحب وتخرجني من الدار كي تحب، زدنا شفنا ناس مذبوحين. يعني انا ماشي حكاو لي الناس، انا من كركرة والناس راهم يسمعوا فيا ويعرفوني، نعرف المذبوح ونعرف اللي يذبح. إذن أنت وش اللي فهمته من خلال الكلام تاعك الأخ سليم هو أنه في تلك المرحلة كانت هناك الجماعات المسلحة يعني باسطة النفوذ نتاعها في المنطقة وكانت تحكم بأحكامها، وبالتالي أنت يا حبيت تتمرد عليهم رحت التحقت بالمؤسسة نتاع الجيش. انا ما كنتش معاهم باش نتمرد معاهم، انا مظلوم، لا لا لا، انا اللي جي تما حبيت تتمرد أنت على الوضع هذاك، حبيت أنت تدخل المؤسسة انا نتاع ما الجيش. قبلتش، انا ما قبلتش الوضع هذاك تاع نتاع يدخلك للدار ويخرجك من الدار كيما يحب ويجي يطبطب لك في الباب تاع الدار. نعم. انا هذيك ما بغيتهاش، ما بغيتش نحضر فيها. يعني كنت في نعم. عمري 19 سنة وشايف يعني حتى الناس اللي كانوا في الجبل نعرفهم، كلاسي انا الجينيراسيو تاعي كل طلعت للجبل، كانت يعني لامود ممكن تعطينا بعض الأسماء تاع الناس اللي ثم طلعوا للجبل اللي والله تعرفهم في هما المنطقة؟ والله نحترمهم ويحترموني، وماتوا كل نطلب لهم غير الرحمة وفرات. ماتوا هو؟ أنا ماتوا كل ماتوا، ما بقى حتى واحد حي من كلاسي، كل طلعت كلاسي كل طلعت للجبل. حتى القطاع يعني الأخ سليم. حتى زميلي في المقعد في الدراسة توفى، مات في قتلوه في الجبل ربي يرحمه، بصح ما نسميهش، المهم كي يحبوا الناس ترك في التعاليق يسميه وربي يسهل هما يعرفوا. نعم، أنت الأخ سليم القطاع هذاك اللي دخلت ليه وش هو؟ أنا دخلت في العتاد كده، أنا ما حوش نفهم، ما كنت نعرف والو، أنا هزيت الدوسي لي كل الأولى اللي قدامي العتاد كده. دخلت رحت درت محاولة كنت بربي. دخلت للجيش، دخلت للقطاع هذا وين كاين العتاد، مدرسة العتاد، مدرسة العتاد، درت تكوين. ما درت لا تكوين لا والو، 15 يوم نعقل عليها، عطاوني سيمينو فقالوا لي هاي كيفاش تيري، ومن بعد باش نتيري بالكلاش ما عطاوناش الوقت، قال لك انتو ما عندك المهمة تخرجوا تروحوا للبلاصة الفلانية تديوا الماكلة. عطاوني كلاش، والله ما نعرف رافال وتلقى بتلقى، والله وصاحبي اونسيا كان واقف بحداي نعقل عليها، قال لي هكا رافال وهكا تلقى بتلقى من تسمونا في الجبل. هذا هو التكوين اللي درت. إذن أنت دخلت بدون هدف، دخلت هكذاك على جال باش تمنع كيفاش روحك وخلاص. دخلت انا ما عجبتنيش السيره هذيك اللي كنت نشوف فيها في الفيلاج، ولازم نحكم جهه، ما نقعدش في الوسط، هذه تاع نقعد في الوسط ما خرجتني، ما تخش عليا. تسمى أنت اخترت الكلون تاع الجيش هكذا. ما خلق تسمى اخترت اللي يركلني وما يذبحنيش، الاقل سوء. دخلت انت الاخ سليم للجيش، وش من رتبة كانت عندك؟ دخلت جندي دخلت جندي. آه. بعد يعني كيت ترى شاركت في عمليات، ثم انت عمليات مسلحة ثم اللي كانت هي تستهدف هذه الجماعات، يعني بمعنى انه كان شاركت في كروشاج، شاركت في كاش.
الكذب حرام، هي يعني ماشي امور تاع فوق ولا، بصح مادام حبيت نجاوبك نجاوبك. شاركت، نعم شاركت، هذيك يا خدمتي، هذيك شاركته خدمتي، في كنت نخدم، كنت نخدم جروب تاندربونسيون انا شاركته في مريم. عمليات هكذا مسلحة، شاركته مثلا قال في شاركنا كمائن، في حواجز مزيفة، في مثلا في عملية تاع اختطاف، قال مثلا اختطاف تاع ناس هكذا. درك سي نور الدين، الكذب حرام، الانسان ما يزيدش على روحه. انا خدمت الجبل، انا ما تلقيت حتى اوامر من النوع هذا، والسؤال بالك تاعك، وفهمت قصدك، حاب تقول لي اختطاف تاع الشعب ولا تاع المتهومين ولا لا، تاع انتوما في، انت راك قلت لي باللي راك كنت في تسمى في جروب الجيش. انترفونسيون. كنت في هذا التدخل هذو، بطبيعة الحال هم راهم يقوموا بعمليات، يعني سواء كانت مثلا عمليات مداهمة او اعتقالات او حواجز او لا هجومات. لا، احنا كنا نخدموا الجبل يا خويا الحبيب، خدمنا صح لافيل يامات، بصح نخدموا برا، خاطينا المداهمات. المداهمات انا جامي شاركت فيها، خدمت تسمى في الجبل الجبل ما كنتوا تخرجوا ديروا راتيساج ولا كيفاش؟ نخرجوا للجبل، ولا كنت تكون كاينه معلومات نخرجوا لافيل، درنا مام ديكروشاج في لافيل، في سكيكدا سونتر فيل، في صلاح، واحد البلاصه يسموها صلاح بول كارو في 95، عقل عليها، درنا عمليه وتوفى واحد يقولوا باللي شعبي، انا والله ما على بالي، كان راح يصلي توفى غلطه. المهم خرجنا فيها انترفونسيون، كان هذاك الوقت قائد العمليات الكورونا البزاز، هيا وقعت غلطه، سيرجون شاف قتل شعبي، وبعد وقعت فيها يعني ديكروشاج، ما كانش الضحايا لا منا لا منهم، هذه في لافيل، بصح في الجبل والفيالش كل يوم نخرجوا للبلاصه. تتلاقاو مع انتو الجماعات المسلحة؟ كش ما حكمتوش معاها هكذا؟ والله يا خويا احنا خدمتنا حرب، احنا ما نحكموش، غير لا كان واحد بار اكزومبل حب يسلم روحه ولا هذيك حاجه واحده اخرى، انت ماشي رايح تقتل الناس ولا مشتاق دم ولا تسحق الدم. واحد يجي عندك يقول لك انا راح نسلم روحي، راح تقتله ما تقتلوش طبعا، كيف هاد الناس كلها راهم حيين اللي هبطوا من الجبل، جاوا سلموا رواحهم، يجيك واحد يقول لك نسلم روحي، واش دير بيه انت كي تقتلو؟ بصح كي تروح تشوف واحد راح يقتلك، راح تقعد تفرج معاه، باينه راح تقتلو. هذه هي الحرب تاعنا خويا، ما واحد ما يزيد عليك، هاك هاك كنا. نعم، شحال المدة بصح اللي لا قضيتها شفتي، الأخ سليم؟ انا ما طولتش بزاف، قول 96، واحد اسمعني 18 مليح، شهر، عامين، قول 18 أربع شهر، ما عامين. بقى عامين. ومن بعد حكي لنا ترى القصة نتاعك أنت، كيفاش وقع لك هذا الحادث هذا نتاع القنبلة هذه اللي تفجرت عليك؟ احنا يا سي نور الدين كنا في راتيساج، كنا حوالي بالك 80 ولا 90 باتريوت وبوليس كومينار، وكنا حوالي 10 تاع عسكر، ومعنا كابيتان ودركي حاكم ترانسميسيون. رحنا نقتحموا بلاصة دي كازما تاعهم، عندنا جات معلومات للقيادة، على كل حال احنا كنا جنود معانا، نمشيو فراس واش هي على بالنا المهمة تاعنا، قال اليوم غادي نروحوا للبلاصة الفلانية، ها واش راح نديروا. تكلنا على ربي، مشينا نشفى عليها، مشينا واقيلا 15 ساعة، وصلنا واحد الغابة يسموها بوصفيصف، واش هي على بالنا، كنا على بالنا بالبلاصة تاعها، كنا نديروا لي زومبي سكاد ضواحي هذيك الغابة في الضواحي نتاعها، وهذاك النهار دي سيدات القيادة قال لك تدخلوا، دخلنا. هادوك الحارس البلدي ولي باتريوت خليناهم لتحت باش ما يكشفوناش، وقدمنا احنا في 10 عسكر والكابيتان. مع وصلنا للقمة نتاع هذيك البلاصة الجبل باش نقتحموا الكازمات، كروشينا معاهم واحد ربع ساعة، ومن بعد هربوا هما. أنا كنت مهم في واحد لندروة، كيما وقفت مشيت شوية، كانت واحد الكازمة كنا نشوفوا فيها فضل، يعني راحوا العباد منها ولا مازالوا فيها، الجهة اللي كنت فيها أنا ترتقت بومبا، قصتني في رجلي ويدي وعينيه. انتوما الاخ سليم اصبرني نمشي ان شاء الله واحده واحده. انتوما طلعتوا للجبل
جاتكم معلومات باللي راه فيه جماعة مسلحة في المنطقة الفلانية، هل ترى عطوكم أسماء ولا غير رحتوا هكذاك برك؟ قال راه كاينة جماعة مسلحة وبسلمة بالعافية، ما تحبش تفهم. الو، علي نسمع فيك. ها هو عيط لي واحد درك، على باليش يبقى يعاود ولا لا في الميسنجر. رزاق رزاق خويا، اسمح لي، راني في اللايف. المهم الإخوة، خونا راهو اسمح لي سليم، رزاق راهو على خويا، المباشر، راني على المباشر. ما فيش مشكلة، أنا أتفاهم أتفاهم. قلت لك خونا سليم راهو واحد من المكفوفين، ماذا بكم على الجلب باش ما تزيدوش تعبوه، خليوه راهو في المباشر، كي يكمل المباشر إن شاء الله تحبوا تتكلموا معاه، والله ما فيش مشكلة. إذا كان تحبوا تحبسوا الحوار هذيك حاجة واحدة أخرى. تفضل الأخ سليم. أخ سليم، يبدو هو أنه الأخ سليم ما راهوش يشوف الأخ الكريم اللي راك تكتب في التعليقات. خونا للأسف الشديد خونا سليم مخرج. المهم يبدو هو انه كاين فيه ناس راهم يتصلوا به، ربما كاين منهم اللي ربما ما علم هذا الحوار. هذا واحد من الاخوه اللي التحق بالجيش سنه 94 مثل ما يقول، هو من المنطقه نتاع القل، وانفجرت عليه قنبله في ال نعاود ندخل اخونا سليم. في انتظار انه يلتحق بين الاخ سليم، الاخوه اللي راكم متعلقوا مره على مره نقرا التعليقات نتاعكم. اللي ما راهوش عاجبو الحوار راه كاينه الصفحات طويله وعريضه، يتفضل لي يروح يشوف مكان واحد اخر. ما راكش محتوم على جال باش تتبعنا، كاين الناس اللي راهم حابين يفهموا ما الذي جرى في الجزائر. الانسان اللي راهو فاهم والله اللي ماهوش حاب يفهم يا سيدي، راه الفيسبوك طويل وعريض. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ بن يوسف، صحيت الأخ أمين. أخ سليم، أخ سليم، أخ سليم، هل تسمعوني؟ أخ سليم، يبدو وأنه ما راكش تسمع فيا الأخ سليم. المهم الصوت نتاعك راني في انتظار هو انه يعود خونا سليم. ربي يهديكم. هذا واش نقول، السيد انفجرت عليه قنبلة وراحت تدمرت حياته، خلاص صار من المكفوفين. يجيك واحد سرواله مازال ما يعرفش يحزمه، يجي هو يشرك فمه، لا حيا لا حشمه لا والو. على الاقل احترموا الناس. هذا راه واحد من الناس اللي راهو كان يعتقد باللي راهو يدافع عليك. ما تجي انت اليوم، الناس ماتت وتعذبت وناس مازالها من فيا الى اليوم، على الاقل شويه حيا.
نزيدو ننتظروا بالك الله المرة هذه يمشي. ما الأخ عمر، ربي إن شاء الله يفتح العقول ويفتح الله. وعليكم السلام السلام الأخ ياسين. وعليكم السلام، أهلا الأخ سليم من جديد. بارك الله فيكم أجمعها، ما تعيطونيش، راني على المباشر وعلى بالي مع من نهضر وعلى بالي واش قاعد ندور واش قاعد ندير ندير مع راسي، صراحة راني 45 سنة. المهم طوعوه برك خونا سليم، راهو شوية المفترض هو أنه يكون معاه واحد مساعد، راهو وحده برك مسكين. تفضل سي نور الدين. نور الدين راني نعم، هاني معاك، اسمع فيك الأخ سليم. راني معاك غير الأخ تفضل سليم، حياتك. كنا في النقط، ما تجاوبهمش ما تجاوبهمش، كل ما يعيطوك ما تجاوبهمش. أو يقطعوا لي اللايف، يقطعوا لي اللايف، نورمالمون يقطعوا لي اللايف كي يعيطوا يحبس اللايف. هيا فازي يا سي نور الدين، راني نسمع فيك. الو، هاني نسمع فيك الأخ سليم. هاني معاك يا سي نور الدين، وين وصلنا؟ المفترض يكون واحد معاك يساعدك، ما راك غير الو، وحدك برك. هو راني في فرنسا باش نعيش وحدي وما يساعدني حتى واحد، راني مسكري فيه باش ما نسحق حتى واحد يساعدني. ربي يكون معك ان شاء الله. راني هنا باش ما نسحقش المساعدة. الاخ سليم اذا كان تقدر فقط تدور شويه برك على جال باش التليفون، ولا باش نشوفوك مليح، برك تبان، راهو يبان. لكن ما حطيتش البورطابل. هاك زيد شوية زيد شوية زيد شوية برك. هيا لا لا، الجهة الأخرى الجهة الأخرى الجهة الأخرى الجهة الأخرى الأخ سليم. هاك لا لا، لأنك ماكش تبان خلاص. زيد زيد قدم، زيد زيد شوية. أيوه زيد، عاود رجع شوية، رجع شوي، زيد شوية زيد شوية باش تكون في ال أيوة، خلي كيما هكذاك. الأخ سليم دوك لحقنا للنقطة هذه، وين أنه قلت لي أنتيا باللي خرجتو كروشينا يا شوية، وبعد وقع فيها اقتباح اقتحام، فزت على بومبات في القدقس اللي في عينيا ورجلي ويدي. قصدك في عينيك وفي رجلك وفي يدك، ايه تسمى جراح ولا؟ جراح بالغة، ايه عيني راح وخلاص. انت من بعد كي طرقت سمو القنبلة هذيك ايه وين نداوك؟ داوني للسبيطار تاع حروش، داروا لي الاسعافات الاولية، وداوني للروبيطال مينيدار، داروا لي دخلوني لديدوش في قسنطينة. في قسنطينة. هيا تم داروا لي البلاطر في يدي، وداروا لي البلاط في رجلي، وخلوني شهر كامل وانا تم عينيا ما شافوهم تكسرت مليقا. تكسرت من يدك ولا؟ كسرت من رجلي ويدي. اوكي، تكسرت من يدك ورجلك، ومن بعد القنبلة طردت قصتك في عينيك. قصتني روحي كاملة، ماشي غير نعم، تسمى الشظايا هذوك قاسوا الجسم بارتو نتاعك كامل. بارتو. شحال قعدت في المستشفى الأخ سليم؟ ومن بعد دخلت المستشفى العسكري هذا تاع ديدوش مراد، حكموني تم شهر، انا مريض من عينيا وما يداويو فيا من رجلي ويدي شهر كامل، وانا نقول لهم وين راح الطبيب كيف طنت تاع العينين، يقولوا لي كونجي، وانا كنت ما نعرفش، عمري ما وانا عمري ما دخلت للسبيطار في حياتي، في حياتي ما مرضتش، هذيك هي المرضى الاولى. تسمى انت كي انفجرت عليك القنبلة كنت تشتكي من الألم تاع عينيك؟ او الالم ما كانش هذاك الوقت في عيني، ما نحسش، ما تحسش روحك كامله سطر، ما تحس لي دولار سطر، الالم ما تحسوش، ما تحسوش من بعد الالم يجي كي تعود روحك قلت لي كامله. بلي كنت
قلت لي باللي كنت تحوس على طبيب في المده هذيك، تسمى انت نعم تحوس على كان طبيب على جال باش يداويو لك عينيك انا كنت وما ما نعرف، يداويو لك في رجلك وفي يدك. انا كنت ما نعرفش هذاك الوقت. هو نورمالمون كي ما عندهمش الطبيب يطلعوني ارجون لعين النعجه، المستشفى المركزي العسكري تاع النعجه، هما خلوني تم في ديدوش وطبيب ما كاش تاع العينين. سما بعد يعني ما... علاش ما تما حبوش يطلعوك؟ لأنك ماكش ضابط ولا لا اني مانيش ضابط، يعطيك الصحه هي بدات. هيا ومن بعد طلعت طلعوني لعين النعجة بعد شهر. فيها النعجة كي شافني الأوفتالمولوج نشفى عليها بروفيسور محي الدين، قال لي طولوا بك في ديدوش، واش قعدت تدير في المدة هذه؟ قلت له قالوا لي طبيب ما كانش. قال لي روح اشكي بهم. قلت له كي نخرج نشكي بها زاد بهم، زادوا حكموني عام في عين النعجة، داروا لي 4 ولا 5 تاع لي زوبيراسيون على عينيا. أيا كي خرجت من عين النعجة هبطت ديريكت للمحكمة العسكرية، شكيت بالميدسان شاف هذا شدادي وطلع درك كان كوموندو هذاك الوقت كي شكيت بها انا، درك ولا جينيرال. بعثوا لي كوميسيون، كان هذاك الوقت قائد الناحيه قائد جينيرال بوغابه. هذا اللي شكيت بيه هذا تسمى بسبب الإهمال طلعوه عشان جنرال. بسبب الاهمال كان هذاك الوقت كوموندو كي شكيت بيه في التريبينال مينيتير، بعثوا لي كوميسيون من لو كوموندمون، بعثها الجنرال بوغابه. جاو حكيت لهم، كي حكيت لهم نحاوه من البوست نتاعو، كان ميدسان شاف رجعوا له، رجعوها شاف كوميسيون. ايوم بعد ومن بعد دارت الدنيا ما عندهاش بالك. واحد العام زدت طلعت للنوفال، بدلوه بالسبيطار ما ديدوش مراد، رجعوه في النوفال. سنين ما رحتش في لوبيتال ميليتار، جاتني خدمه تم شغل، ورحت سقسيت شكون هو المدير، قالوا لي الجنرال شدادي. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت من الباب على بالي بلي اموري ما راحش تتقطع. شحال قعدت في المستشفى الأخ سليم؟ ما بين تقول قريب عام، ما بين ديدوش ما بين ديدوش واسمها وعين النعجة، كل عام. ومن بعد يا اخي في وقت كما كان في وقت الارهاب في العشريه هذه الحمراء كما يقولوا لها ولا كيفاش يسموها هما، يا اخي بلاصه القياده لي كولوني، منين يديروا لي كولوني دفاكونس القياده تاعهم. كنا هذاك الوقت عزاز، كنا رجال، كانوا يديروا لنا اعتبار، فرغوا لنا لي كولوني هذوك دفاكونس مخدومين دي بانكالوليكس، وحطونا في لي سونتر خاطر احنا اللي نسكنوا برا ما نقدروش نروحوا للدار، كنا مهدين في الديار. تسمى عسكري لقاوك يقتلوك، على بالها الجزائر كل على بالها داير ديجا. تسمى كي تجي تشوف، راني شفت الحوارات نتاعك انت، تبعتك بزاف في راديو وطني، كي تجي تشوف وتسمع الناس تهضر تحير، تقول جاونا لي زيرفويوسير للجزائر هما اللي داروا الحرب، تقول ماشي احنا اللي تهضر معاه، يقول لك انا خاطي. يا اخي كانوا في 93 بداو يحوسوا في الديار تاع العسكر، يحوسوا على العسكر باش يقتلوه، ومن بعد يقول لك راك كنت تحرسوا في عصابه. يا اخي انت جايني للدار تحوس عليا، ومن بعد كي نحاربك كاين اللي تعداوا له حتى على باباه، انا في جيراني نعرف اللي تعداوا له على باباه. الاخ سليم ومن بعد يقول لك ركز على القضيه نتاعك، ومن بعد اذا كان يا روح تعلق على بعض الامور ولا ذيك ما فيش مشكله، ركز على القضيه نتاعك. انت الحديد لما يجي رحت بعضها. درت انت العمليه الجراحيه درتها في قسنطينه، درتها داوك شن عين النعجه؟ في قسنطينه ما داروا لي والو، داروا لي اسعافات على رجلي، داروا لي بلاطر في رجلي ويدي، وخلوني في عين النعجه اللي داروا لي عمليات. وبعد اوكي، في عين النعجه اللي دار العمليات هذو اللي دارهم لك على عينيك نجحوا ولا ما على نجحوش؟ عيني ما نجحوش. انا نورمالمون انا عندي بروبليم، عندي لا كورني رايحه، ولا كورني حنا جرافت كورني اخي حرام عندنا حنا ما تنداش، وهما حاكميني عام في عين النعجة كيف كيف. هذاك البروفيسور يحكي على ديدوش وهو كيما ديدوش، بعد كيف كيف زاد حكمني عام هو ماشي شهر. انا عندي بروبليم كورني، وحنا في الجزائر جرافت كورني حرام ما يديروهاش، على حاكمني تما تما نورمالمون يدير لي ترونسفير ليترونجي، نمشي نروح ندير جرافت كورني كنت نصوفي. هو بعثني للسونتر، دار لي ترونسفير ليترونجي وقال لي روح للسونتر واستنى، ما تستناش في لوبيتال. هبط للسونتر العنابه راس الحمراء، هي قعدت مستنى في السونتر، قعدت نستنى وقيلة 18 شهر. 18 شهر ما كانش واحد قال لي صباح الخير ولا مساء الخير ولا منين جيتي ولا انت واش بيك. شفت سمعاهم قلت انا هاد العباد وقيلة ما يحشموش.
تما وقيلا قلت انا فضت حرب تاع ارهاب وقيلا بدات حرب طرق مع هادو الناس. ايوا هكاك وكان طلعت البلكور لا كاس درودرات بعد 18 شهر درت الديكا في البيرو هذا كان فايخي بلادنا كلشي يمشي بالعنف. اللي ما عندكش المعرفه لازمك العنف، تستعمل العنف سينو ما تجيبش حقك. استعملت العنف الطريقه نتاع الجزائريين بعثوني لفرنسا بالعنف والعياط. وقيل هاد العام وانا عياط ودبزو وعنف ومشاكل جابوني لفرنسا درت عمليه نجحت في العملية ريكيبيريت وليت نشوف 5 سير ديس بعثوني خدمت بوست ميناجي في كازيرنا ما قبلونيش لي سونتر قالوا لهم هذا يريكلامي بزاف ما نستقبلوش ديرنا تحريض في السونتر. هيا عيط لي هذاك الوقت جنرال بالبشير ما لقاوليش حل قال لي روح للكازيرنا فلانية وفيها شاف مليح ويسعفك. رحت للكازيرنا لقيتو يستنى فيا بكومبا ورونجاس عطاني كومبا ورونجاس انا ما نشوفش نشوف غير شوية باش نقلق قيد ما نمشي يوم ظهور وهكاك ولا قال لي هيا قعدت معاهم بالك سيري واحد الكانز جور وفهمت بعدا كيف كيف. قلت له انا مروح للدار وانتم اللي ديروا ديروا روحت للدار انا لقيت الضرب دا يضعف لي عاودت رجعت العين النعجه قالوا لي عندك بروبليم صغير نعاودو نبعثو لاسبانيا. داروا لي دوسي لاسبانيا كيف كيف نفس المشكل مع المدير هذا نتاع لاكاس دروترات اللي اسمه مش معايا عارفوه هو من قال ما اسمه عمارة الكورونا العمارة. المهم باش يبعثني لفرنسا حكم لي الدوسي عنده في التيروار. جيت نهضر معاه قال لي والله ما تروح والله ما تحط رجليك قال لي كون تروح قال لي انا ما اسميش عمارة. وهذا عمارة كان مجد كان اسمه تاكل عنده علاقة مباشرة مع محمد العماري ربي يرحمه وتاكل عليه مش كل يهضر مع عمارة هذاك الوقت حاكم لاكاس داسيروس دراهم كل حاكم هم يسير فيهم هو. هيا دخلت معاه في مشاكل كان واحد الكورونا ربي يرحمه اسمه بحارة محمد رشيدي او مات دروك وسي حتى هو كان في عنده تلاقيت بيه تعرفت عليه في فرنسا. من بعد انا كي جابوني لفرنسا درت علاقات عرفت ناس متقفين وناس عندهم راي وناس يحبوا البلاد تعلمت منهم حوايج في حياتي فهمت ما طولت انا قعدت عام في فرنسا. هذاك العام عرفت قياده كبيره هنا عرفت ناس عرفت منهم القوباته وعرفت منهم تقصد قياده تاع الجيش قياده تاع الجيش هكي جابوني نداوي حطوني في اوبر ساحم اوكي تسمى هنا في فرنسا في فرنسا ولاو كيما الناس هو عندنا اوبرج حنا تكاليت وزاره الدفاع وين يجيبوا لي مرض نتاعهم بصح بكري كي كنا رجاله درك ما عندناش السما ما عندناش الدروه باش يبعثونا نداويو في الخارج درك غير ولد فلان. لا اسمح لي الاخ سليم كاين نقطه انا من خلال النقاش معك هكذا ظهرت لي على جال باش ننوروا بعضنا البعض برك كي لك كان راني غلط وانا صح لي هتفضل من خلال الكلام نتاعك انت كنت تقول لي قبيل باللي في قسنطينه يعني هكذا الشيء اللي فهمته انا يعني لو كان جا ربما ضابط قال ما على باليش انا كابيتان او كوموندون او كولونال ولا هكذا كانوا يعني يسرعوا بيك ما يخليوكش يعني توصل لهذا المستوى وان انه خلاص فقدت البصر تاعك. وكان فيه تعامل حسيت انت من انه كان فيه تمييز يعني بين كيما نقولوا الضباط وصف الضباط والجنود وكذا. لما خرجت للخارج من خلال الكلام نتاعك انت قلت لي باللي تسمى التقيت ببعض الضباط تسمى شغل كانك صححت النظره والله استفدت من بعض الاشياء حبيت انا نفهم يعني جاتني هذه الفكره هذه يعني بمعنى انه في الجزائر ما كانش ما على بالهمش بك لما خرجت للخارج يعني يصيروا كيما الناس كي تخرج للخارج نعقل عليها كانوا كيما الناس كان كي كنت هنا نشفع عليها جابوا عبد الله بالهوشات ربي يرحمه باش يديروا له غراف دو كار ايا ما كتبش ربي مات هذاك اللي ما جابوهش عنده لو رست الكل مع بعضنا ناكلوا كيف كيف نلبسوا كيف كيف كي ولد الجنرال كي ولد الكادران الكل في لوبرج هذا لو غوزي غوج اسمه البرا الناس كل كيف كيف البرا الناس كانوا وليوا كيف كيف ها. سبحان الله واش هي المعامله نتاع لاسيستون سوسيال والبيرو سوسيال ماشي كيف كيف بعدين انت يعاملوك جندي وهو يعاونوه ضابط
بالخدمات. بصح انا الشيء اللي حبيت يعني الناس اللي سمعوا فينا يفهموا. اصبرني اصبرني الاخ سليم، الان انت راك حاولت عده محاولات في الجزائر على جال باش تدير عمليات جراحيه من اجل عجل باش تستعيد النظر تاعك، وما نجحتش. خرجت للخارج درت عمليه جراحيه، يا هل ترى العمليه الجراحيه اللي درتها انت في الخارج، هل ترى مقابل هو انه العمليات اللي درتهم في الجزائر؟ وش الفرق بيناتهم يعني في الخدمات لا علاقة بين ولا علاقة. الجزائريين وبين اجانب؟ أسي نور الدين، حنا انا بنحكي أنا نحنا راك راح تكومباري البحر بالواد، حاجة ما تكومباراش، خاطر حنا لاكراف كورني زرع القرنية حرام هذاك الوقت، يعني حتى يكونوا قادرين يديروها حرام ما يقدروش يديروها. تما ماشي كيف كيف. هنا جيت درتها نورمال وريكيبيريت ورجعت نخدم بوست اميناجي ونمشي وحدي ونسوق الفيلو ونلعب البيار لا لا لا، خلينا على العملية. العملية العملية نجحت، نجحت وليت العملية. نجحت. انا نحكي لك، وليت نمشي، وليت نخدم بوست اميناجي، وليت نمشي وحدي وندور وكل شيء. بعد 16 شهر خلق لي فيها مرض واحد اخر درت اكوزما. العملية نجحت وعاود رجعت للبلاد ولا كيفاش؟ درت العملية نجحت وعاود رجعت للبلاد. كي رجعت للبلاد ما قبلونيش في لي سونتر، بعثوني الكازيرنا بوست اميناج. واللي تخدم في الكازيرنا ولا؟ واللي ما قبلونيش لي سونتر دروبو، قالوا لهم هذا يريكلامي بزاف يدير لنا التحرير. سبحان الله. بعثوني بوست اميناج الكازيرنا، خاطر عندنا واللي مركز. تخدم؟ وليت نخدم، خدمت 15 يوم وليت رفضت، روحت للدار. زاد صراحت لي عيني، رجعت العين النعجة، زادوا بعثوني لاسبانيا بعد قلت لك حرب كبيرة مع هذا الكورونا العمارة، وحتى هو طلع جنرال حكم السوسيال بعد كيف 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 ما علاش نحكيو عليه. هذا عمارة شربت الناس من يدو المرار بالكيسان، العسكر اللي مسكين ميوس. هذا عمارة، هذا المدير تاع لاكاس بلغراد، دار الشر بزاف فينا احنا بالابليسي، خاطر احنا جنود ولاد زوا ولا ما يبعثوناش احنا للخارج، تسمى لازمك تروح بالقوه تحرق ولا تكسر ولا باش يدوك. وهذا عمارة اللي كان واقف لنا في الطريق باش نروحو نعالجو، ما يحبش يبعث غير حبابه ولاد القياده. المهم انا سلكت، اللي ما عندوش الكتاف ما يمشيش. المهم انا سلكت راسي وجبتها بدراعي وما حطيت راسي وما قلتلوش حضارات، حتى رحت وجيت لفرنسا فوق خشمه هو اللي قف في الطريق الكل. وجيت هنا لفرنسا، كي جيت فرنسا عرفت الناس ودرت علاقات وتعاشرت مع الناس. وكيف هذوك الان راك تقول لي باللي مكفوف يعني ما تشوفش خلاص؟ هذه درك حاجة تربي، هذا ماشي محال، ماشي غير انا، كاين بزاف اللي ما يشوفوش في الدنيا. لا 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 لا، بصح القضية نتاعك هي متعلقة بال هاو قلت لك اسمه. كي رجعت لاسبانيا شافني الطبيب قال لي تقاس لك النور نيروبتيك، النيروبتيك ما عندوش حل. روحت للجزائر 2004 خرجونا من الجيش الكل، الابليسي الكل جا قانون قال لك يخرجوا من الجيش، هاو حقكم وروحوا تروحوا. انا مريح في الدار حتى لقاني عيطوا لي قال لك جاتك الراديياسيون، ما كاش فيها حتى يرحم والديك. رحت هزيت الراديياسيون تاعي، زدت لقيت فيها مشكل ديجا، زدت لقيتها ما عطاوني 80%، وانا ما نشوفش خلاص. طلعت للموارد للديريكتور نتاع المدير نتاع الموارد البشريه، ديت له هذيك الراديياسيون، قلت له كيفاش انا حطيت ودي 80%؟ اخ سليم، مش انت اللي طفيت الضوء ولا كاين كان ضوء شاعل؟ انا صاحبي وسيو ما يشوفش يعني، بصح درك نشعلو. اوكي، راه معك واحد من الاخوه. هو ماشي، هو قاوري. اوكي، قاوري جاي يعالج نفسيه، يدير فريديكاسيون. اوكي اوكي. مالا راك في سونتر، في سونتر تاع ريديكاسيون، سونتر دو ريديكاسيون، مازالك تعالج القضيه هذه؟ لا ماشي على عيني درك، هذه اعاده التاهيل، هذه هنا يعلموك لوتونومي. خلاص خلاص، فهمت يعلموك فهمت عليك. لوتونومي يعلموك لا في كوتيديان، حياتك اليوميه، يعني كيف تطيب، كيفاش حياتك اليوميه، كيف تخدم بالميكرو، كيفاش تخدم بالبورتابل، كيف تخدم بالفيسبوك، تولي اوتونوم. الله ما عليك في العربيه فهمت عليك. حر يعني.
يسمى العملية الأخيرة درتها في فرنسا ولا في في الإسبان؟ فرنسا على الاسباني داروا لي كونسلطاسيون، قالوا لي خلاص ما تجيش تشوف يسمى العملية الأخيرة درتها في فرنسا. في فرنسا. استغفر الله، درت واحدة في محاولة يعني ماشي عملية، محاولة برك. قال لي الأخ بالاسباني. سليم، اه مادام انت راك الآن صرت من المكفوفين اه وراك انت عشت في الجزائر، يعني قبل ما تصاب انت بهذا الحادث هذا، آه. كيفاش راك تشوف انت في الحال نتاع المكفوفين يعني هنا في فرنسا مقارنة بالمكفوفين في الجزائر؟ المكفوف في الجزائر يا أخي الكريم كارثة، تعرف كارثة؟ كارثة. المكفوف في الجزائر ما لازموش يتصرف هو في حياته، المجتمع يتصرف له في حياته، هو يزوجك وهو يخير لك المرأة وهو يقول لك اقعد في الدار وهو يصرف لك البونسيون، وانت عندك حاجة واحدة، لا كان تحب تروح للجامعة يوصلك من فوق عليه، ما تسالهم والو، اسكت. نتاع السيفيل هم كارثة، 400 ألف وهم دايرين هم قصرة، كي يلقى واحد باغ اكزومبل ما عندوش يقول له غني لي ونعطيك 100 ألف، واش اللي راح نكون باري لك انا درك؟ نهار يجي نشوفوا واحد راح يزوج مكفوف ينوضوا كل يديروا به شوفه باش يخرجوا يديروا مظاهرات ويديروا مسيرات ويطالبوا بالحقوق تاع الناس هادو، هما لا يعرفوا غير يديروا لهم البوليتيك في العرس تاعهم، ف يروحوا يديروا بهم أخ سليم، الشوفات. اه قبل ما تواصل برك، كاين فيه واحدة من الأخوة سمير طرح لك سؤال، قال لك لو كان يعني تعاود ترجع للوراء، يا هل ترى تعاود تدخل أنت للجيش وتعاود أنت تدافع بالشكل اللي كنت في انا درك السابق يعني؟ باش نتفاهموا باش ما نخلطوش الامور. انا راني كنت جندي، الناس يظن باللي احنا بالجنود كنا نعرف حكايه سلفيس ونعرف حكايه خالد نزار، والله ما نعرف واحد فيهم. انا كنت كان حاكمني شادني اجي دون شاف اسمه عمي صالح مريني، ناس ملاح في حل. كنت نشوف باللي هذا هو اللي يسير في الجزائر، هذاك راجل دان شاف، ما كنتش نعرف هذه الحكايات. خلاص كي تبليسي طلعت العين ناجع عرفت باللي كاينه قياده وهاي تفسد وهاي واش كاينه واش كاين بصح. نتاع نعاود نولي للدوار وتجي تقول لي ارجع للدار، تاكد باللي نهز لك نزيد شوف نموت 100 مره، نموت 100 مره، خاطر انا ماشي ما جاش ليا العسكر. انا قال لي ارجع للدار، انا كون جا ليا قال للعسكر يا اخي قال هذه جا بوتفليقه واش قال؟ قال لهم كون جيت قد كم نطلع للجبل، واش خلاكش؟ ما خلى لنا هضره، ما بقات لناش هضره، وحكم بوتفليقه في بلاصتنا. كون يكون زيد نرجع وترجع لي الصغر، هو ما كانش كون. بصح باش نجاوب الاخ، زيد نرجع للكركره لدواري وتقول لي ارجع للدار، تاكد باللي نهز لك مدفعك المره اللي فاتت هزيت لك كلاش، ومن بعد الحرب مع الرخاص هادو، استغفر الله سمحوا لي، ومن بعد علاش الحرب الأخ مع سليم؟ ومن بعد الحرب مع هادو درك زوج حروب لا بد منهم. عندك حرب مع كيف تجي تقول لي نرجع لدارك؟ غير الخير. بابا كان معاهم، بابا كان في يقول لك كان في الفيس، كان في النهضه، كان في الحبس، دخلوه للحبس. بابا فوت عام حبس بتهمه تاع ارهاب. وانت في بصح الجيش؟ هما ما يميزوش هذه في هذه، هما كيف هما طلعوا من الحجره ولاو يحجروا حجروا حتى الناس اللي مشاو معاهم. انا ماشي خطره وماشي زوج يقول لي ارجع للدار، وانا نرجع للدار نهز المدفع ونخرج للدار ندير الحرب نتاعي الاولى، وكي نزيد نتقاس نزيد نكمل الحرب الثانيه، ما كانش مشكل. خلقني أخ ربي للحرب، سليم، خلقني ربي للحروب نحارب. أخ سليم، انت اه الان راك في فرنسا، راك تعالج على الحساب نتاعك، انت على الكونت نتاعك، انت على الكونت نتاع الدولة، كيفاش راك تعالج انت؟ لا اخويا الحبيب، انا جيت هنا تقدمت لواحد الجمعيه تاع مكفوفين، شافوا الحاله تاعي سقساوني قالوا لي عندك اسيرونس؟ قلت لهم ما عنديش. واش كيفاش جيت؟ قلت لهم جيت فيزا توريستيك. قالوا لي نحاولوا كيفاش نعاونوك. عاونوني داروا لي لاد ميديكال لاسيرونس هيا ودفعوا لي، داروا لي كارتون فاليد درك راني نتنقل مجانا، ولاسيرونس خلصت عليا هنا، تخلص عليا 600 اورو لليله، لا 600 ايادي اورو لليلة.
لا المستمعين لا ايادي خارجيه ولا راني نبيع اسرار ولا والو، ما تشوفش اونديكابي يعاملوني، ما يعاملوني على اساس ما نشوفش، خلصوا لي الدواء يخلصوا عليا سي صقور اللي لا بصح هاد لا ريديكاسيون هادي انا راني محتاجها، انا راني في عمري درك 44 سنه نورمالمون درتك كي كان في عمري 22 سنه نورمالمون، هذاك الوقت اللي قال لي الطبيب ما ترتاحش نجي ندير التاهيل هذا، خاطر فرق بين واحد خلق ما يشوفش وواحد صارت له اكسيدون، يعلمو كيف تمشي يعلمو كيفاش تاكل يعلمو كلش، دونك انا هنا علموني بزاف. شفت انت تا دوك لما تشوف واحد راه في فرنسا وخونا سليم في فرنسا يدخل الفيسبوك ويكونكتي كيما راكم تشوفوا ويتكلم، كاين ناس راهم يشوفوا في الجزائر وما يعرفوش الفيسبوك. لا كاين ناس، انا صحابي كيتغيب لهم يجي يرجلوا الفيسبوك، الفيسبوك نخدم به من الجزائر، انا في الجزائر تعلمت وحدي روحي بصح جبت آه. ست شهور وانا مقفل عليا باب حتى فهمت كيف يمشي البورتابل، عندنا وراك ابليكاسيون. وحدك الاخ سليم ولا بالعائله؟ راني بالعائله، عندي العائله. سما ما انت بلي راك خدمت الوثائق نتاعك لهنا. ما خدمتش، جبت الاولاد حطيتهم بحداي دخلتهم يقراوا، ولا مره دخلتها تقرا وانا راني نقرا حياه جديده. معليش ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله حاولنا يخفف عليك. درنا محاولات كبيره اللي هي كي ما حبوش يعطيونا هاد لابريزون شارج، جيت هنا وحوست عليها هما عطاوها لي هادو الكفاره والمشركين. نعم الاخ سليم تشوف يعني سبحان الله واحد كان في الجيش هذا كان معاهم كان هاز السلاح معاهم وكان في الجبل يعني مش زعما قال جاي في بيرو ولا في الجبل وطرقت عليه قنبله راهو الان يدير في لاريديكاسيون ويعالج في فرنسا على حساب الدول الفرنسيه بينما هما يجيو ربما راه كاين منهم اللي يجي يبدل الظفار تاعو يبدلهم في الشونزيليزي. ماشي غير هذه برك، دار لهم مسح الديون للدول الافريقيه وحنا مشتاقين الشهاده، قبل ما تمسح الديون للدول الافريقيه على الاقل كون شفتي معنا احنا بالتاوي الاحتياجات الخاصه كل في البلاد، يعني ماشي غير احنا بالعسكريين. الاخ سليم بحكم هو انك انت راك كنت عسكري، هل الحركة الجاري هذا نتاع العسكريين هذو اللي راهم موجودين في الداخل مره على مره راهم يديروا في مسيرات يديروا في احتجاجات، هل ترى انت مع هذ الناس مع المطالب نتاعهم بحكم هو انك ربما راه عندك علاقه بهم، كيفاش تشوف انت هذه الحركه هذا في ظل هذه الظروف هذه اللي راه عايش في البلاد؟ الاخ الكريم انا كنت في البلاد كنت في الاول بعيد عليهم، نشوف الناس تدير في مسيراتكم ما نمنش، انا ما على بالي باللي نصدم ومن بعد نلقى روحي مخلصها وحدي، كنت نريح في القهوه نسمع يقولوا ها عمار البيري ها التنسيقيه ها المعطوبين وانا نتبع في اليوتيوب ونشوف درك يحبسوا يخونوا بعضهم درك يحبسوا يخونوا بعضهم. ايال حتى واحد النهار انا مريح في القهوه عيط لي واحد الزميل قال لي كاين 86 معطوب تاع جيش ضحايا ارهاب سنيالهم قائد الاركان هذا القائد صالح الحالي ووزير السكن دي ديسيزيون كي راحوا باش يهزوا المفتاح في لوبي جي، المدير تاع لوبي جي قال لهم راه الغاكم الوالي حبوا يديروا يكوبيو الطريق في البلاصه وين نسكن، انا اتصلوا بيا جيت نفهم لقيت رئيس البلديه حب يخرج لهم لي وايو، حب رئيس البلديه تاع الكل حب يخرج لي وايو المعطوبين باش ما يكوبيوش الطريق، عيط لابني عمي وصحابي وجبت كوبيت الطريق انا من بورتو، انا مستفاد من السكن في سنه 98 استفدت من السكن بصح مع صحابي خاطر شفتهم ما رايحينش يسكتوا على حقهم، انا كي نشوف انسان ما رايحش يسكت على حقه وعنده مبدا ما يخليش صاحبه نمشي، فهمت باللي الناس هادو تاع التنسيقيه عندهم مبدا وما رايحينش يسكتوا على حقهم وعلى بالي باللي مظلومين وعلى بالي واش مدين لهم، خرجت وجبت لهم بني عمي وجبت صحابي وكوبيت الطريق ومن بعد كل تما مع الناس اللي يعرفوا واش كاين اللعب في القل، قالوا لي باللي رئيس البلديه هذا الحاليه اتصل بوحجه كان رئيس البرلمان وبوحجه اتصل بالوالي تاع سكيده قال له الغي السكنات نتاع المعطوبين، كوم السكنات هذوك جايين مع شطر بحر وشابين بناوهم شناوه لازم يسكنوا فيهم غير ولادو فلان وفلان. القايد صالح كون جا المشروع نتاعو هو والله ما تنحى بصح كي عاد نتاع المعطوبين خليه ياكلهم بوحجه، والله هكاك وكان الغاهم الوالي، المهم نحاهم وما سكنوش الطرق والسكنه تاعهم جاهزين وال 86 هادو محيين. ايوا من بعد سمع على حساب واش فهمت من خلال الكلام تاعك
معناتها أنه هاد الناس يحطوهم غير فقط في الصفوف الأولى باش يموتوا، هما يحميو عليهم ويدافعوا عليهم، لكن درك باش باش نتفاهموا. يعيشوا انا مثل حكيت لك الناس درك حياة احنا كريمة. لا لا، درك احنا رانا حكينا لك، احنا درك هذه القياده هذه احنا ما كناش نعرفوها وما نسمعوش بها. درك ارحم بوك، انا واش انا جندي واش ما عرفني، انا قلت لك انا كنت حاسب لا جدا شاف ولا جدد زاير، واش ما دورني انا كورونيل ولا بجنرال ولا نعرف بوك. ما بعيد عليك خلاص، هو انت عسكري كي يعدي انت عسكري غونتيني وبالسلاح كي يعدي عليك الطوموبيل نتاع الجنرال تتخلع، واش ما دورك به. ومن بعد بصح شاءت الاقدار يا اخي، وين نصطدموا مع الناس هادو كيما حاربنا على كرامتنا ضد الارهاب، رانا مكملين حربنا ضد القياده هذه حتى نجيبوا الحقوق نتاعنا. اليوم اللي كنا يعني نعطيك حاجه برك، نعطيك حاجه برك ليك والمستمعين، على كل حال اللي يشوفني غلط في المسيره تاعي هذاك رايو. بزاف ناس درك راهم يقول لك يستاهل بالك، وكاين اللي يشوف هذيك الله يسهل عليك. المهم ما تقدرش تثقف في طريقي وما تقدرش تثقف في وجهي وتقولها لي في الفيسبوك، الناس كل تعرف تهضر بصح على بالي نعرف روحي. قلت لك نعطيك حاجه برك صغيره من المطالب تاع الناس هذو. اليوم النهار اللي كنا نخدمه كان البريم دي اصبر ريسك اصبر هذا. الاخ سليم، اصبر دوك نجيو للقضيه هذه وتكلم بالراحه نتاعك. تفضل. انت يا كنت دوك في الاطار هذا نتاع المداخله نتاعك على حول المتقاعدين هذو، ذكرت لي اسم هذا نتاع عمار البيري. تعرفوا هذا عمار البيري ولا ما تعرفوش؟ هو شخصيا ما نعرفوش بصح عمار البيريا ولا شخصية وطنية، شخصية وطنية كون واش؟ شخصية وطنية تاعنا احنا. كي عاد الفيس عنده مداني مرزاق يخرج في التلفزيون ويقول انا قتلت عسكري بيدين هذين، خلاص كل عندنا يسمى كي قال مدني مزرق بلي راهو قتل واحد لاخر هز الروس وخرج. ما على باليش فيه كيف يخمم ما نعرفوش. بصح انا الاول نهار اللي شفت مداني مرزاق يقول قتلت جندي بيدي هادو، والجندي هذاك على باله فيه جزائري و40 مليون تشوف فيه، احنا كنا على كل حال ساكتين ضاربين. احنا مع الشعب، احنا ولاد الشعب، ما عندنا ما دورنا في نعم. القضايا هذه الكبيره. الأخ سليم الله يبارك فيك، تفضل. النقطة هذه برك شوف، بين الفرق بين واسمه بين مداني مزراق وبين هذا عمار البيري. مداني مزراق إذا راهو قتل هو ما راهوش يفتخر باللي راهو قتل، راهو يقول قتلت وراهو نادم نادم نادم، ولكن راهو يقول باللي التقى هو وياه، تسمى واحد منهم يموت هو لا راهو بصح، قتله. لا اصبرني صحيح اصبرني الحكاية. اصبرني اصبرني ومن تفضل بعد علق على روحك. تفضل. ولكن عمار البيري راهو قتل وهز الروس وقال له كانوا يعاودوا يرجعوا نعاود ندير نفس الشيء. ما عنديش على الهضاير هادو درك ربي. ودرك كي تشوف انسان كيما مداني مرزاق يخرج في التلفازه يقول هكا قتلو من تاع عمار البيري، يهضر في اليوتيوب ولا في الفيسبوك. مداني مرزاق ما يقالش انا كروشيس مع السيد، قال درت لومبيسكاد، كنت اومبيسكاد جا فايت قتلتو. هذا العسكري هذا ممكن لو جا في 82 ما يخرجش ما يروحش الغابه عسكري اخي، لقاك لا لا، هم قتلتيه انا وزيد بالنسبه لي لا شوف، حاب نقول لك على الاقل يعني اسمعني اسمعني برك اسمعني تجاوزات الاخ من سليم، جهتين، اخ تجاوزات من سليم جهتين. تفضل. شوف، انا بالنسبه لي جزائريين سواء يعطيك اللي الصحة. قتلوا، اصبرني، سواء اللي قتلوا مداني مزرق ولا اللي قتلوا عمار البيري، بالنسبه لي انا جزائريين وحنا رانا ندعو للمصالحه وطنيه حقيقيه. انت في هذا الاطار هذا نتاع المصالحه، راهو النظام راهم يقولوا باللي دار مصالحه، راهم يقولوا دار مصالحه، على واش هاد الناس هادو اللي راهم درك خارجين لبرا كاين منهم اللي راهو يقول باللي يثيرون الفتنه، على هاد الناس اللي راهم درك هما هادو يطالبوا ببعض الحقوق. تفضل اخي الكريم، هذا الجندي اللي قتلوا مداني مرزاق يقدر يدير مصالحه في بلاصتو بوتفليقه مع مداني مرزاق؟ يا اخي مولي تسامح يا اخي، يجي عند امه ويجيب الانسان هذا ويتسامحوا ويديروا مصالحه ويديروا اتفاقيات. درك انت هو يدافع على اصحابه مع الجنرال اسماعيل العماري ويقول الحاج ربي يرحمه وكان ناس ملاح، والجندي قتلوا دفاعا عن النفس وما بيرحم عليه. واليوم كي يتقلق واحد من الجهه الاخرى ويتعمر قلبه ويهدر تحكمها عليه الجزائر كل.
خاطر احنا علاش؟ خاطر احنا الصوت، احنا جنود، الصوت نتاعنا ما بالجزائريين يحبوا يسمعوا الصوت تاع المسؤولين. سوا كاش ما شفت غير انت اللي شفتك جبتي يعني ارهابي زوالي الليل هذاك تونسي وحكيتي معاه، وكل يحبوا يجيبوا المسؤولين والقياده اللي كانوا في الفيس. حتى اللي مات، حتى اللي مات غا شفتك انا، علاش قبلت ندير معاك الحوار هذا؟ شوف اسمع، شوف انا نعتبرك اخي ونعتبر التونسي اخي. انا ما نقول، شوف اسمع، تونسي نعتبره خويا ما نقولوش ارهابي، وانت ما نقولكش طاغيه. انا بالنسبه لي انتم جزائريين في زوج، انتم راكم بالنسبه لي انا في زوج، راكم ضحايا نتاع هذا النظام. نجاوبك؟ نعم تفضل. كون نجاوبك بالك ما تمنش راسك، ما تمنش عقلك. تفضل. علي بالحاج وحسن وحطام وعنتر زوابلي، هذوك كل خوتي انا، الا هذا ما خويش. كش ما سمعتي واحد قال خرج قال قتلت شعبي ولا قتلت جزائري؟ غير هذا. انا خوتي كل خوتي وجزائريين، ورانا دم واحد والوطن للجميع، واحد ما يزايد على واحد. صح باش نخرج انا بوجه صحيح قدام 40 مليون نقول قتلت، والكل تتفرج وساكته، لا عداله تتحرك، لا عدل. صح هو ويقول باللي ظلموني وداروا لي وداروا لي، ظلموا لك وداروا لك، ديال اومبيسكات الانسان عسكري ماشي في الطريق ولا تروح له لدارو. درك فضت الحكايه هذه، خي فضينا هذه الحكايه. علاش خارج انت قدام 40 مليون راني قتلت عسكري وتفرح قدام الصحافه والاضواء؟ وهذا علاش الناس صح؟ على واش يخرج بالرؤوس هذا والفوطو منشوره في الفيسبوك وتتناقل فيها الصفحات و... يا خويا انا عمر هذيك الافعال، هذيك الافعال يقدر يجاوب عليها هو، انا ما شفتهاش والله ما شفتها، يعني سمعت الناس يحكيو، يقدر يجاوب عليها هو، لازم يجاوب عليها هو. بصح انا عمار، بصح انا عمار البيري، واش انا عمار البيري واش يقول؟ عمار البيري راه يقول باللي الناس اللي مضرورين كيما بحالي واللي ماتوا ارامل الشهداء ريحوا في الديار، انتم ما خليوني انا نتضرب وانا نتسجن، محترمه بالصفه عليا انسان تاع مبدا. وهذيك ردود افعال كل على مدني مرزاق، روح شوف لي لايف نتاعو، ما يهضر على حتى بنادم غير على مدني مرزاق، وما حكيناش والله في حياتي ما هضرت معاه وما نعرفه. كيفاش تشوف المطالب نتاعهم هذا نتاع الناس هذو اللي راهم كيما انت؟ كاين منهم اللي راهم معطوبين، واحد طايره رجله، واحد طاير ذراعه، وتشوف فيهم في اطار هذا نتاع المصالحه هذا. انا نعطيك نقطه واحده، حاجه واحده برك، نعطيك حاجه واحده برك. الوقت اللي كنا نخدمو كنا عاطينا 300 ميل بريم دي ريسك، كي الجندي كي الجنرال، نخرجو نخدمو، تقسنا سنة 97 داروا قانون باش يخرجونا من الجيش، ويعطيونا ويعطيونا 30 سنة خدمة، ويعطيونا التقاعد نتاعنا، ودارونا منحة العاجز، منحة الجريح، منحة الجريح هذه أنا عندي 100% هذاك الوقت جاتني 17 مليون، 1,700,000. والضابط السامي اللي عنده 100% كيما انا وراحوا عينيه يدي 18 مليون. الدوله الوحيده اللي تخلص الناس العجز نتاعها بالكراد الا الجزائر، روح شوف مام الصومال، شوف الدول الافريقيه هذيك المتخلفه، الناس كل العجز ليكسبرتيز يخلصوها على حساب العجز ماشي على حساب خاطر لا روتريت. عنده الحق هو ضابط سامي، هو كان يقرا بالك انا كنت نلعب في البارو في السطاد، عنده الحق يستفاد من روتريت خير مني. بصح منحة الجريح هذه من ميزانية الدولة، علاه الضابط السامي تعطيه 18 مليون وانا تعطيني 17 مليون؟ ومن بعد كي خرجوا هادو الاخوة المحترمين نتاع التنسيقية وبداو يطالبوا بالحقوق نتاعنا، من بعد البيان هذاك اللي دارت وزارة الدفاع وقراه الشعب الجزائري كل على اساس اننا استفدنا ودينا اكثر من حقنا، زادوني مليون في منحة الجريح وليت ندي 27 مليون. وماشي غير الضابط يدي خير مني، انا ندي 27 مليون، وكاين كابران كيما انا نفس الاصابه عنده 100% يدي 4.5 ملايين، ماشي كيف كيف. لماذا درك الشعب راه يتساءل واش بيهم هادو الناس يخرجوا يطالبوا بحقوقهم؟ قراوا البيان تاع وزاره الدفاع ويشوفوا في الناس ما ساكتاش. حنا في لماذا؟ علاش وزاره الدفاع اللي تجاوب؟ انا راني حكيت لكم والشعب سمع، وزاره الدفاع اللي تجاوب لماذا؟ علاش؟ سؤال مطروح. واحد ما كي انا نقول لك، انا نحكي لك ها المشكل اللي راه الناس واش يقولوا كي يشوفوا العسكر خرج يطالب بالحقوق نتاعو. اوليو باش تروح انت شفتي انسان يطالب بحقه مضرور تفهم عليه، وإلا كان عنده حق تضامن معاه،
ها يقولوا لك هادو واش معاولين حابين يحكموا البلاد. يا اخي ما نحكموش البلاد، خليهم برك هادو يحكموا فيكم وانتم راكم راضيين بالقسمه. اخ سليم اه صبرني برك دقيقه، برك كاين فيه بعض الاخوه كذا اللي علقوا. شوف تفضل الكلام الطايح هذاك واشرح لنا حنك فيه ما مثلا نجحت الدين معنا. عمر الدين، واشرح لا لا لنا لا فيه من بعد. اصبر اصبر، برك اصبر برك في اطار النقاش هذا، لانه راه كاين منهم اللي راهو يسمع فينا ومرات يعلق. ما نقدرش نقرا التعليقات تاعكم كامل لانه راني نتحاور مع الاخ سليم. فقط فيه واحد الاخ تحدث على عمار البيري. شوف نقول لك الاخ الكريم عمار البيري، نحن على المباشر اذا كان يحب يجي يتكلم يطلب ونعطي له يعلق، واذا يحب ندير معه حوار ما عنده حتى مشكله، ندير معه حوار على المباشر مثل ما راني دايره مع الاخ سليم، ويتكلم ونطرح له اسئله ويجاوب. انا راني نطرح فيه اسئله، فهمت؟ الموقف نتاعي راه واضح، رانا نحوسو على مصالحه وطنيه حقيقيه. اخ سليم كان يتحدث قال باللي ها هو مدني مزراق، راه قال باللي قتلت وكذا. قلت له انا ها هو عمار البيري، راه كاينه الصوره والناس هز الرؤوس، وراه تكلم راه بالصوت وبالصوره، وين انه نهار اللي علق على زيتون وقال باللي انا راه مستعد يزيد يقطع الرؤوس ويزيد يهزهم، راه الكلام تاعو راه موثق بالصوت وبالصوره. تفضل الاخ سليم. على كل حال درك المشهد راه يغلى باش الناس تتوله بالدوله، الدوله راهي في خطر متولين بعمار البيري والفوطو ومخليين الصح. معليش انا نقول لك كي زدتي ذكرتيني بالدبلوماسي، زيتوت البارح دار لايف مع دركي من شق، في بدايه الحديث قال الجيش والجيش تاعنا وجيشنا، ومن بعد نسى روحه قبل ما يبدا يحكي مع الجيش جبد على المعطوبين وعلى هادو الناس اللي قاعدين يطلبوا بحقهم. قال في الحقيقة ما يقولوا باللي كنا ندافعوا على وطن، بصح قال في الحقيقة راهم كانوا حراس تاع عصابة. في يبدأ الجيش جيشنا ومن بعد ينسى روحه، ومن بعد هذا تخلط كبير راه صاري، يعني لازم نترفعوا على الشهادة. وكما خدمت أنا جندي عند العصابة كما خدمت أنت دبلوماسي كما خدمت أنت باب، اللي ما خدمش هو عند العصابة خلص لها لزامكو، واللي ما خلصش العصابه اللي زامبو خدم على الساس في بلديه. وعلي بن الحاج قرر دار خدم معلم عند العصابه، الجزائر كل خدمت عند العصابه. ما عندنا علاش نروحوا للحكايات هذو، الانسان يرفع المستوى تاعو. درك عمار البيري ساهل حاله، سي نورمال تكون ردود الافعال عادي عادي البارح ماشي عادي. علاش نجيب لك الفوطوات نتاعي تشوفهم وانا خدمت؟ منين نروح نسكن في ايكول؟ منين نروح نعس على الاولاد الصغار؟ عمري ما عسيت في دار تاع مسؤول. انا اروح نجيب لك الفوطوات نتاعي وحطهم للناس في الفيسبوك، تشوفني ديما مصورني، تشوفني مصور، تشوفني في الايكول والدري دايره بيا. كيف اليوم تصبحنا حرسنا، البارح حنا نحصلوا الحرس ولكم في والديكم ونعسوا عليكم وضحينا برواحنا. اليوم حاب اليوم باش تستعطفوا الناس، وعلى جال اغراض شخصيه وعلى جال نسبه المشاهدات تكا عليا انا. ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إن فعلت عاظيم. هذا يتهم في هذا ومخليين البلاد تروح للتهلكة. تفضل سي نور الدين. المهم في هذا الإطار هذا كنت تحكي نتاع المطالب هذه نتاع هذا الناس اللي راهم منهم اللي ربما راهم مكفوفين، ومنهم اللي راهم معطوبين، ومنهم اللي راهم ضحايا، كاين منهم اللي راهم قاسوه، واحد مكسور، واحد كذا. المطالب هذه نتاعهم واش هي المطالب نتاعهم هذه؟ هل ترى أعطيت هي لك مطالب مثال، اجتماعية ولا واش هي؟ أعطيت لك مثال حتى في منحة الجريح، قلت لك حتى في الإكسبرتيزم في الإعاقة ما راناش كيف كيف. هذا كمثال، أعطيت لك مثال ب 86 مسكن نتاع معطوبين الغاهم الهم وحجة مع الولي تاع سكيكدا. وكون نبدأ نحسب لك عندنا 37 مطلب اللي يهموا الأمر يتصل بالتنسيقية، عندها 37 مطلب بما فيها المشطوبين من الجيش. يا أخي قالوا درنا مصالحة وطنية، يا أخي لسوتيا اللي كانوا يخدموا مع الإرهاب وتعاقبوا ودخلوا للسجون كيخرجوا ردوا لهم الاعتبار نتاعهم. علاه المشطوبين نتاع الجيش ما شاركوش ما حاربوش؟ حاربوا، عيط لهم وسوي لهم الوضعية نتاعهم هموسي. أي إنسان حارب من أي جهة لكن صح مصالحة، ما تخلي حتى إنسان. ماشي خاطر نتوما تعرفونا حنا باللي ما نروحوش نديروا المشاكل الكبار، عارفه مليح الدوله العصابه هذه ماشي الدوله على كل حال، باللي حنا
ملتزمين حدودنا وما نروحوش للفساد. بصح هذوك اللي كانوا في الجبل وكانوا بالسلاح على بالهم باللي الجزائر يدمروها لو كان ما يرقليوهمش، رقلوهم. على كل حال ماشي رقلوهم، حنا خرجنا من الحرب، من الحرب منتصرين في الحرب، منتصرين، انتصرنا في الحرب، فضت الحرب، حاصروا فضت الحكايه، جابوا تفليقه، رجعنا احنا الخاسرين في الحقوق ورجعهم هما المستفيدين. يعني الخاسر في الحرب مستفيد، والمنتصر في الحرب اللي هما احنا خاسرين في الحقوق. شكون الخاسر وشكون المنتصر؟ الحرب اللي احنا اللي خرجنا فيها منتصرين، درنا حرب، من حرب على كل، منتصرين على في الحرب هذه تاعنا في العشريه السوداء. على من انتصرت؟ في حربنا المهمة ما نعرفوه بيناتنا، يعني في الجهة تاعنا المهمة البارتي تاعنا. تقصد يا أخي كاينة المصالحة بين من قبل أنت؟ قلت لي المصالحة، قلت فهمني أنت المصالحة هذه، قلت لي واش رأيك في المصالحة؟ قلت لك المصالحة هذه بين من برك، فهمني إذا نفهمك، شكون هما هذو اللي يتصالحوا؟ أنا نحكي لك على المصالحة تاع النظام، أنا ما أنا مع من المصالحة يتصالح؟ شوف، مع من يتصالح؟ المصالحة اللي أنا نتكلم عليها، أنا عندها مفهوم واحد آخر وعندها فلسفة واحدة أخرى. ما المصالحة على هذيك نظر اللي هذه المصالحة هذو لوك اللي راهم درك هما داروا دارها النظام، هذيك درك المصالحة يكونوا الأطراف. اصبرني هذيك اصبرني تفضل اصبرني، درك كي تكون كاينة أطراف، شكون هما الأطراف؟ شكون هما الناس هذو اللي راهم داروا المصالحة؟ المفترض لما تكون كاينة مصالحة، يعني نجيبو كمثال، مثال من الواقع، لما مثلا واحد وواحد دبزو ضربو، يجي طرف ثالث، يجي هو قال لفلان والله غنترك غلط، وراه بنت لي باللي السيد هذاك راهو حقرته، والله راهو انت ما فهمتوش، والله ربما راك اعتديت على الحقوق نتاعو، والله كذا. ويروح للسيد هذاك يقول له ودي انا نتايا والله غير فعلا انت راه عندك حقوق، وانا راني معاك متعاطف معاك من الناحيه نتاع المظلمه نتاعك، واش رايك يعني لو كان قال مثلا ما تروحوش للمحكمه، انا ماذا بيا لو كان يعني نحاول هو انه نصلح بيناتكم. تكلم مع ذاك ويتكلم مع ذاك ويلقى طريقه على جال باش هو يصلح بيناتهم، بمعنى انه كاين طرفين وراه كاين طرف ثالث حاول هو انه يصلح بيناتهم. درك هما لما يتفقوا يتسامحوا مع بعضهم، ربما واحد يتنازل الاخر ويلقاو صيغه على جال باش هما ينهيوا هذا الصراع، وفيما بعد يعاودوا يرجعوا خاوه. في الجزائر المصالحه تمت بقرارات سياسيه. علاش انت دوكا تخرج نتايا للشارع وتصير انت تطالب بحقوق؟ لانك انت مع انك كنت طرف في الميدان، كنت هز سلاح وكنت تواجه في ناس ومعرض الحياه نتاعك للخطر. الدليل في ذلك راك تشوف انت راك الان صرت يعني مكفوف، راني الناس طرف اللي راهو دوك واحد طارت رجله، كاين واحد اللي مات خلاص، كاين عائلات التي دمرت بالكامل، كاين ناس اللي راهم يعانيوا من ازمات نفسيه مختلفه. في المصالحه هذه لما تشوف كل الناس راها تشكي، المصالحه معاه من درتها انت؟ معامل. لذلك انا راني نطرح لك في السؤال بالمفهوم نتاعهم، هما راهم يقولوا مصالحه على هذه القضيه نتاع هذا الناس اللي راهم يخرجوا هما ويطالبوا بحقوق. المصالحه الوطنيه هذه اللي فاتت مصالحه بين اسماعيل العماري اللي يقول له مدني مرزاق الحاج، وبين رابح كبير، وجماعه الديالاس. هذه هي المصالحه اللي كانت. حنا واحد ما جا شاورنا ولا براف علي بن الحاج ما حبش يسني على المصالحه وكمل 12 سنه نتاعو، تسمى ما كانش مصالحه. لا كان حاول على هذه، ما كانش مصالحه لا من جهتنا لا من جهات اخرين. واحد ما تشاور الحل، اللي تشاوروا المستفيدين. الحل الاخ سليم، الحل مثلا الحد بي الحل المشكل، البلاد راهي مفوت، البلاد راهي تعفنت. لالجيري بوتايه راه مالت، الجزائر بوتايه نديها البحر، واحد ما على بالو رايحه، ما جاتش غير فينا احنا. الحل لازم السياسيين يتحركوا، ماشي السياسيين نتاع الفيسبوك، لازم يتحركوا السياسيين اللي كيقولوا للشعب خرجوا ديروا مظاهرات، يخرجوا الشعب، رجليوا البلاد، وقفوا البلاد، كي نبقاو حنا وهادوك ثاني جيبونا نتانا نهضروا زوج كلمات رانا جزائريين، نخرجوا متفاهمين.
زوج كلمات تفرق. يا اخي رانا جاي جزائريين ونعرفوا بعضنا، قادر يقول لي سامحني ونقول له سامحتك، هذه هي الحقوق. بصح تاع تسامحوا بلا موك بالسيف، هذه ما يقدر يدير يطبقها علينا حتى واحد. على كل حال حتى احنا الشعب الجزائري كامل يعرفنا في الميدان واش نسواو، مازالوا الدرك طايرين رجليهم، بصح كون ترصي يلبس بروتاز ويهز الكلاش ويحارب، كنت قيسو في الكرامه نتاعو. واللي يحب يغلطنا يدبر راسو. على كل حال احنا وشعب مليون متقاعد، احنا وشعب ما يقدر يلغينا حتى واحد، مليون متقاعد قد الشعب تاع قاطر كامل. واحد ما يقدر يجي يقول لنا ضربنا نلغيكم ولا ما عندك مشكل، ما عندنا كلمتنا ما محنا، بصح قيمنا وقدرنا، قادر بسمح لي نقول لك الله يسمح لك ومن القلب. بصح مصالحة نتاع القرارات، احنا سكتنا ما درنا مظاهرات ما خرجنا ما والو، شفنا الشعب حاب هذه المصالحه. بورتون الحرب كانت فرات ديجا مدني مرزاق وقال لك انا قبلت من مصالحه، كنت محاصر في كلمه قال ما لقيت واش ناكل واش نشرب، وصح في هذه ما كذبش. هو فمو قالها وصح ما كذبش، كان 99 انا وليت نبات في الدار، مش من الارهاب اللي بقى كي جا بوتفليقه. زعما مصالحه كيف رات كيف ضينا بعضنا، شو قدماته. بصح هي هذه هي الدنيا، كل حرب تفض ب كل حرب تفض ب... 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 بحوارات تفض ب... 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 باتفاقيات، هذه هي الدنيا. بصح حنا درك ما محوسينش، احنا 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 ناس مسالمين نحبوا الخير للبلاد، ماذا بينا نشوفوا بلادنا نواره وما عليهش. واش هي الاخ سليم باش ما نطولوش، ربما كاين اخوه اللي يحبوا يديروا مداخلات، إذا كان فيه إخوة كذا يحبوا يديروا مداخلات. أصبرني الأخ سليم، دير مداخلة كش ما تحب توجه رسائل، سواء للناس هذو اللي راهم في السلطة أو الناس اللي راهم في المعارضة أو الأبناء الشعب بصفة عامة. وش هي المطالب نتاعك أو وش ولا التمنيات نتاعك بالنسبة للجزائر، ونقصوا هذا ال اي انا بالنسبه انا بالنسبه للحقوق نتاعي الحوار هذا فيما بعد ان شاء الله نزيد نعاود ندير لايف صغير هكذا، ربما كاين فيه اخوه اذا يحبوا يشاركوا هكذا. تفضل الاخ سليم. انا بالنسبه لاموري انا راني الحمد لله يا ربي، نعم علي يا ربي ونتمنى هذه النعمه اللي نعم علي يا ربي زيد نعم علي رب العالمين بخوسي اللي راهم في الداخل. والسلطه هذه القائمه نقول لهم لكان واحد ما خبرهم باللي وما بقى لكمش بزاف الا ايام معدوده، وحقوقي انا من صندوق التقاعد ما نكسرش راسي وما نريكلاميش بزاف وما نهضرش بزاف، خاطر الناس اللي راهم في الميدان نعرفهم في الميدان تاع الصح، كما كان الرصاص يخبط على بالي بلي ما راحينش تسكتوا ورايحين يجيبوا لي حقي وانا مريح في سبيطار في باري. هذوك ناس رجال نعرفوا بعضنا في الميدان. نعم فوالا، ونتمنى الخير للبلاد، ونتمنى من الجزائريين يعني لا خرجوا يطالبوا بحقوقهم لا للعنف. راكم تشوفوا في الحاله نتاعي وما نتمناها حتى الجزائرية. نعم يعني حتى هذا مدني مرزق اللي نحكي عليه ما نتمنالوش انا باش يتقاسوا عينيه ولا يموت ولا نتمنى له يتحاسب لا كان دار، ونتمنى الام هذه يجيبوها يقولوا لها بلي وهذا اللي قتل لك ابنك، ولا كان تقتضي الضروره حنا وسين نجيو يحاسبونا مرحبا مرحبا رانا هنا. الناس اللي يسمعوا فينا خدمنا في الدواور تاعهم ويعرفونا ومازال لحد الان يتصلوا بنا، ما درنا مجازر لا دخلنا للناس لا درنا عمليه اختطاف. الا كان هاد الناس اللي جينيروك ما عندهم مينيشيات راه ولكن حاجه اخرى. ولكن الاخ سليم في هذا النقطه برك باش نختمه، ولكن راه الناس الكل تقول هكذاك اللي تجيبه يقول لك انا خاطي، وهذا القتل هذو هذا المختطفين هذو شكون جاو كش ما جا جيش من الخارج جهزهم وهذا إن دل على شيء يدل على غياب العدالة، العدالة اللي تفصل بيناتنا. ما أنا ما هو اللي تهضر معاه يقول لك داروا الآخرين برك، داروا الآخرين قتلوا وانت في ميزك شكون يفريها هذه؟ ما تعود عندنا دولة وفيها عدالة تفرق، ما دام ما عندناش دولة وما عندناش عدالة، ما دام ما عندناش هذا الملف هذا نطويوه نخليوه على جهة، نهار نبنيو دولة تعود عندنا عدالة ويروحوا الجزائريين يعني يروحوا ليها بلا شكارة، ما يروحوش يديروا فيها الشوبين، ما يروحوش يتسوقوا يشريوا ويبيعوا مع القضاة، هذاك النهار نتقدموا كله نتحاسبوا، هذيك هي.
كل واحد يدي حقه، وما زالت العدالة الإلهية. نعم، شكرا للأخ سليم. ربما نفتح المجال للإخوة، المهم أيوة الإخوة تفضل. والأخوات، نحاول هو أن نلتقي بعد هذا البث المباشر مع الأخ سليم حتى أيوة باش ما نخلطوش على بعضنا البعض. شكرا للأخ سليم، تبارك الله فيك. شكرا. إذا الإخوة والأخوات، ننهي هذا الحوار المباشر مع الأخ سليم اللي هو من المنطقة نتاع القل، واحد من الإخوة اللي كان ضحايا نتاع المأساة الوطنية في الجزائر، واحد من الناس اللي تفجرت عليه قنبلة وهو الآن راهو الدول الفرنسية. نلتقي إن شاء الله بعد قليل، إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات أو تعليقات حول الشيء اللي كانوا يسمعوا فيه، وإذا كان فيه اقتراحات، إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا اقتراحات لربما نديروا حوارات في المستقبل. ننهي هذا البث المباشر، وبعد دقائق إن شاء الله، بعد 10 أو ربع ساعة هكذا، 10 دقائق أو ربع ساعة، نعاود نرجع للبث المباشر إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا بالتعليقات نتاعهم في حوار مباشر وما كانش عنوان الحوار. يعني إذا كانت تحبوا تديروا اقتراحات أو تعليقات، واش كاين على الوضع السياسي في الجزائر، على الوضع في فرنسا، ما عنديش مشكلة. أنا كاين بعض من الناس هكذا اللي يقول لك احكي على فرنسا، روح واحكي على فرنسا، أنا نفتح لكم البث المباشر وتكلموا الشيء اللي حابين تقولوه تفضلوا. ما التعليقات هذيك بالأسماء المستعارة هذيك ما عندها حتى معنى هذه. تحياتي لكل الإخوة والأخوات اللي كانوا يتبعوا فينا، نلتقي إن شاء الله بعد قليل، والسلام عليكم.